السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهاردة هتكون من عند دهبكو. فيديو النهاردة أطفال من مواليد لحد سن محير، ولادي وبناتي، والأسعار كمان بدأت معانا من 40 جنيه. معانا تيشيرتات خروج لوكس ولادي وبناتي، ترنجات من مواليد لحد محير، معانا توينزات وفساتين كسر أسعار، كل حاجة في المكان، خامات عالية. إحنا فين؟ إحنا عند مترو باب الشعرية والجامع الأبيض. العنوان بالتفصيل متصور في آخر الفيديو، وهسيب لكم لينك التليجرام في أول تعليق مثبت ورقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشة. بس قبل ما ابدأ الجولة انزلوا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لأكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس. ونبدأ الجولة على بركة الله. الأسعار بدأ عندنا من كام؟ 50. من 50 حاجة زي كده. بصوا حاجة زي كده، ده 50 جنيه مقاسات ولا ايه؟ مقاسات. وفي منه ألوان وأشكال كتير صح؟ كل تيشيرت نازل منه لونين. كل تيشيرت منه لونين، يعني في اللون ده كمان، ده 50 جنيه. حلو قوي. بصوا خلي اللون، خلي بصوا زي كده. دي مقاسات من 6 ل 12. من 6 ل 12 عامل 50 جنيه. حلو قوي. معانا ده برضو عامل كام؟ 50. كل ده 50 دول جنب بعض. كل ده 50 جنيه. عايز اقول لكم الخامات تحفه، وكل واحد موجود منه الوانه برضو. تمام. نشوف واحد تاني معانا كده. بصوا كل حاجه من دي 50 لحد فين طيب؟ لحد اللي هو كل ده كده. خش. بصوا كل ده 50 جنيه. بصوا كل ده 50. عايز اقول لكم حاجات شكلها تحفه. ده بناتي كله ولا ايه؟ كل ده بناتي. حلو قوي 50 جنيه. بصوا حاجه زي كده سعرها 50 جنيه. حلو قوي. تمام. والخامات تحفه. بصوا معانا برده اللي ورا ده، ده 50 برده. ده 50 ده عليه زي دانتيلا. حلو قوي ده. ده 50 جنيه برده. ده ب 40 جنيه. حلو قوي برده. ده كل التيشيرت. بص انا مش عايزه امسك لكم خامات، الخامات كلها هنا لوكس. كل تيشيرت موجود منه الوان ومقاسات ومراحل صح؟ في منه مراحل، وفي ممكن الرسمه تختلف. وده الولادي بتاعه برضه 40. ده ولادي وبناتي. مش ده بكام يعني؟ ب 40 برضه. ده ب 40. حلو قوي. والكحلي اللي ورا ده برضه 40 صح؟ بصوا ده برضه 40 جنيه. ثبت لنا ايدك دقيقه. بصوا ده 40. تمام. حلو قوي. في اللون ده كمان. بصوا موجود اللون ده، ده 40 جنيه. تمام. في اللي فوق بقى، في الحاجات اللي فوق دي اسعارها عامله كام؟ 60. 60 جنيه. اي حاجه من اللي فوق دول 60. بس حاسها مرحله اكبر. مرحله اكبر صح؟ سواء اولادي او بناتي. ده بصوا 60 جنيه. اي حاجه من اللي انتم شايفينها دي ولادي او بناتي ب 60 جنيه. بصوا حاجه زي كده 60. كل ده 60. تمام. عايزين نشوف بقى العرض العدل ده شويه عشان يبان معانا. ده اطقم كامله. ايوه طقم. حلو قوي ده. جنس ده. بصوا ال من 2 ل 4 الشورت جنس. حلو قوي. ورينا التيشيرت كده يا موسى. بصوا حلو قوي. عامل كام الطقم ده؟ 130. طقم كامل عامل 130 جنيه. مقاساته من كام لكام؟ من 2 ل 4. من 2 ل 4. حلو قوي. في منه طبعا الوان كتير قوي موجوده. في البناتي نفس السعر؟ في البناتي حاجه زي كده. طب كمل الصف. ده عامل كام ده؟ ايه الجمال ده؟ بصوا ثبت لنا ايدك دقيقه بس. بصوا ده عامل 120 جنيه. بصوا حلو قوي. تمام. شكله تحفه 120. بصوا سيبيه على الساند واي بني. بصوا في حاجات زي كده. بصوا الله ايه الجمال ده. عايزه اقول لكم شكله تحفه. ادينا ظهره بس الشورت بتاعه حلو قوي. ده قلنا عامل كام؟ 120. 120 برضه. حلو قوي. مقاساته لحد 4 برضه؟ في حاجات لحد 4. ده 100. بصوا ده ايه الجمال ده. نزلنا ايدك شويه بس كده. ده عامل 100 جنيه. الشورت بتاعه جبردين. حلو قوي. انا عندي شورت زي ده المكه تحفه. اللبس حلو قوي. بصوا الالوان بتاعته قلنا ب 100 وكام؟ 100 بس. ب 100 جنيه بس. تمام. حلو قوي. ده ب 100 جنيه. بصوا الوانه كلها بالشورت الجبردين 100 جنيه. تمام. اللي تحت كله. اللي تحت كله 75. 75 بيجامات برضه صح؟ لا. بصوا طقم خروج عامل 75 جنيه. الاسعار هنا حلوه قوي. ده 75 جنيه برضو. طقم خروج يا حبايبي. كل ده 75 على حسب اشكاله، وكل شكل موجود منه الوانه. تمام. في معنى تاني في البيجامات اللي فوق دي برضو تقوم خروج صح؟ عامله كام برضو؟ اللي هو الاصفر والاحمر ده 75. الاصفر والاحمر دول 75. الباقي 100. اي حاجه باقيه 100. باقي الصف ده كده الثلاثة، وباقي الصف ده الثلاثة دول. اللي هو الاحمر اللي قال عليه. تمام. ده 100 وده 100 والقط ده 100. تمام. حلو قوي. بعد كده بقى البيجامات اللي ب 50. اي بيجامه من دول؟ حلو قوي. اي بيجامه من دول بصوا 50 جنيه. حلو قوي. بيجامات 50. بصوا انا هوريك واحده مفتوحه كمان. اي بيجامه من دول يا حبايبي 50 جنيه. طب والبيبهات دي؟ دي عامله 80. 80 بس دي حاجات عاليه. دي بيجامه عاليه. حلو قوي. قطن مستورد.
شكلها تحفه. ده البنطلون بتاعها وده شورت، ده بنطقور. ايوه بنطقور حلو قوي. بصوا شكله تحفه. دي قلنا عامله كام؟ بصي نزلي ايدك بقى لتحت عشان حلو قوي. دي قلنا عامله 80 جنيه بنطقور بس حاجات لوكس. حلو قوي. اي حاجه من دول 80؟ بصوا عامله 35. كل ده 80. حلو قوي. ورينا 35 دي. بصوا دي حاجات بيبيهات قلنا عامله 35 جنيه دي. حلو قوي برضو شكلها تحفه. ودول برضو ماتريال عالي قوي قوي. الجمال ده بكام ده؟ 80 ده ب 80 جنيه. شكله تحفه عامل زي الفستان ومعاه برضو. بصوا البنطقور بتاعه تحفه قوي. وفي الولادي ده برضو نفس السعر 80. اي حاجه ولادي من دول برضو 80 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. كل ده 80. تمام. في معانا ده طقم برضو ولا ترنج؟ ترنج ده عامل كام الكبير ده برضو؟ عامل كام؟ 80 جنيه برضو. المقاسات الكبيره بس ده مقاسه زي 10 سنين او اكتر صح؟ لا ده اصلا اخر حته. اخر حته 80. تمام. والبناطيل الجنس اسعار ايه؟ بصوا في هنا بناطيل جنس كتير. اسعار عامله كام طيب؟ كل حاجه بس طيب يعني اول واحد ده من كام؟ 90. ده 90. واللي جنبه اللي زي الليجن ده؟ الليجن دوت في منه اربع مراحل. اه مرحله صغيره في اكبر في اكبر في اكبر في اكبر، يعني اربع مراحل. في الصغيره 60 70 80 90 حسب المقاسات. يعني بيبدا 60 وبيزيد كل مرحله 10. 10 جنيه. تمام حلو قوي. والبوي فريند المخربش ده؟ البوي فريند ده عامل 120. بص البوي فريند ده 120 جنيه. حلو قوي. اللي جنبه 110. 110 اللي هو ده بنات. ده اصغر مقاس 110. وده ولادي. بصوا الجمال ده 120. ده عامل 120. مقاساته كام برضو؟ مقاساته لحد 38. لحد 38. والبيبيهات؟ البيبيهات عامل 90. عامل 90 جنيه. حلو قوي قوي. ودي الخامه اللي هي اسمها ايه؟ بنجلين ولا جبردين؟ جبردين. جبردين عامله كام الجبردين ده برضو؟ 120. 120. بصوا كده يبقى معانا ده 120 جنيه سواء بناتي او ولادي. حلو قوي. والتيشيرتات الولادي اسعارها عامله كام برضه؟ اللي فوق دي 50 جنيه. اي واحد 50؟ اي تيشيرت من اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي 50 جنيه. بصوا التيشيرتات كلها حاجات كلها هنا يا جماعه لوكس، مفيش اي حاجه شعبي في المكان. والبيجامات دي بيجامات ولا تيشيرتات؟ بيجامات. عامله كام البيجامات دي؟ المقاس الصغير من 2 ل 95. تمام. الكبير من 6 ل 12 110. من 6 ل 12 اللي هو زي ده 110. تمام. الثلاث قطع اللي هي دي ب 140 جنيه اللي هي دي. تمام. واي حاجه بعد كده 90؟ 110. 110 اللي هي من 6 ل 12. اه المقاس الكبير 110. تمام حلو قوي. المقاس الصغير اللي هو من 2 ل 5 90. ب 90 يعني المقاس اللي زي ده 90. ايوه. تمام حلو قوي. اللي زي ده كده 90. تمام. هنشوف بقى اخر حاجه معانا التونزات القطعتين ونخلص الفيديو بتاعنا. في تونزات كمان هنا. التونزات دي خامتها ايه؟ جبرجين ولا جنس؟ جنس ولا جبردين؟ دي جبردين. جبردين بس جبردين نظيف قوي تحسوها جنس قوي. عامله كام دي؟ دي عامله المفروض عندها حد 220 واحنا كنا بنبيعها ب 180. النهارده عاملين عليها عرض عامله 130. 130 جنيه؟ 130. تمام. انا عايز اقول لكم البلوزه اللي تحت لوحدها تحفه. ده 130 جنيه. الشياكه دي بصوا اي قطعه من دي 130 جنيه. حلوه جدا جدا. بصوا واللي تحت ده مقاسات برده منها. اه واللي تحت ده الجينز ده برده 200 جنيه. ودلوقتي النهارده عرض 120 جنيه. الجينز ب 120 جنيه. توينز توينز الجينز ده ب 120 جنيه. بصوا حبايبي حاجه زي كده 120 جنيه. توينز جينز يمشي لحد 12 13 سنه ده 120 جنيه. حلو قوي شكله حلو قوي. في توينزات ولادي وراك. بصوا اللي هي دي عامل كام ده برضو؟ ده الجينز دوت عاملين عليه عرض النهارده 80 جنيه. ده ب 80 جنيه قطعتين. اه طب واللي جنبه؟ البنجلين ده 90. والبنجلين 90 اصلا 130 و120. تمام. هو السعر مكتوب على الشماعه اصلا. احنا عاملين دوت بدل 130 90 وده بدل 120 80. 80. تمام. والفساتين البيبيهات دي عامله كام؟ الفساتين ده 150. 150. تمام. ده اللي هو المقاس الكبير ده. ده كان ب 370. دلوقتي 300 بس. ب 300 جنيه. حلو قوي. ده بدل 270 200 بس. ده 200 جنيه بدل 270. الشياكه دي عايز اقول لكم ده ادوار. ده مقاسات برده ولا مقاس واحد؟ مقاسات. حلو قوي. تمام. بصوا في ترنجات كمان هنا اولادي. ترنجات خروج. ترنجات خروج. اي ترنج شورت ب 115. البرمودا ب 125. الشورت 115 والبرمودا 125. البنطلون كام؟ 135. تمام حلو قوي. بصوا معانا اشكال حلوه جدا منه. بصوا حاجه زي كده. ده ب 115 الشورت. حلو قوي. تمام. في ايه تاني معانا؟
يعني الميديوم والسمول اللي هم دول الثلاثه اللي زي بعض دول صح ولا الاربعه دول؟ في مقاسات ميديوم وسمول اكبر منهم شويه. انما المقاسات دي كلها عامله ميديوم. المقاسات دي الثلاث قطع ده 120 واي واحد من دول عامل 100 جنيه. حلو قوي. بصوا عامل 100 جنيه. ايوه عامل 100 جنيه اي واحد من دول صح؟ تمام. واللي فوق دول؟ اللي فوق دول في عاملين 150. 150 ما عدا اللي اول الشبابي ده عامل 160. ده عامل 160 عشان اول الشبابي مقاساته 12 14 16. تمام. حلو قوي قوي. حاجه زي كده الاديداس ده عامل 110. في اديداس وفي فيلا واديداس 110. تمام. ودول من 6 ل 12 ودول عاملين 135. اي واحد منهم 135. عايز اقول لكم حاجات خروج تحفه. بصوا 135 جنيه ده ترنج خروج شكله حلو قوي قوي. تمام. في لسه فوق اهو. في فوق حاجات تانية برضو. الجمال ده. في حاجات ورا كمان يعني. تمام. حلو قوي. تعبتك معايا؟ لا ومرسي قوي على الفيديو السريع ده. اعذرونا بس الناس صايمه ومش قادره خالص. احنا هنا كنا فين؟ احنا كنا عند ذهاب كوم جنب محطه مترو باب الشعريه والعنوان بالتفصيل هكتبه لكم في اول تعليق مسابقه. شارع الجيش. تمام. 51 شارع الجيش وجوار محطه مترو باب الشعريه وجوار الجمال. تمام. وهصور لكم برده العنوان وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان يا حبايب قلبي. احنا موجودين فين دلوقتي؟ قدام الجامع الابيض. قدام الجامع الابيض اللي انتم شايفينه ده وقدام محطه مترو باب الشعريه. اللي قدامنا دي محطه مترو باب الشعريه. هحاول برضه اعمل لكم عليها زوم تشوفوها. بصوا كده ده مترو باب الشعريه. هتنزلوا منه على طول هتلاقوا الجامع الابيض جنبكم ومكتب دهب واقف العماره اللي جنب الجامع الابيض على طول دي في الدور الاول علوي. دي النهارده ولو جايين كمان من اول شارع الجيش يعني ممكن كمان. بصوا ده باب العماره اللي عملنا منه الجوله هتطلعوا اول دور علوي هتلاقوا مكتب دهب. ولو راكبين برضه مترو العتبه هتيجوا من هنا ده اول شارع الجيش بس عشان بعيد شويه فهيبقى الطريق طويل. فاقرب حاجه لكم باب الشعريه وهتلاقوا العماره على طول جنب الجامع الابيض. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. وما تنسونيش باللايك.